النادي الاهلي في الاداء الهجومي بشكل كبير جدا، بيساعده حسام بشكل كبير في تنفيذ الخطط الهجوميه. طب احنا رجع لنا على الهاتف الكابتن طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجيت. مساء الخير كابتن طارق. غير ابو حميد، ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك. ازي حضرتك؟ وتحياتي وتحيات كابتن ماهر عمام وكابتن فوزي سكوتي. ده كابتن طارق. اهلا منورين كابتن ماهر وكابتن فوزي. ازيك كابتن طارق حبيبي؟ معلش هارد لك النهارده يا كابتن طارق. ولا يهمك يا كابتن فوزي، الحمد لله على كل حال. كابتن طارق، لقاء كان مهم امام النادي المصري، فريق بتروجيت حريق في قياده فنيه منذ فترات مش بعيده، يعني لسه متولي القياده الفنيه. هارد لك طبعا للقاء اليوم، عايزين نتكلم او نعرف اكتر عن تفاصيل لقاء فني. والله هي المباراه ما خلصتش لينا الشوط الاول، يعني احنا الشوط الاول كنا افضل بكتير جدا من النادي المصري، وكنا ممكن نخلص المباراه بشكل نهائي. ما انتهزناش فرصه اندفاع لعيبه المصري في الناحيه الهجوميه وافرطوا في الناحيه الهجوميه، ولكن